السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شرح دعاء الكرب. نبي الله يونس لما كان في بطن الحوت، كما قال الله عز وجل: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. طيب، هو ده صيغة دعاء؟ ده مش صيغة دعاء، ده صيغة ثناء على الله سبحانه وتعالى وتوحيد. بدأ الأول قال له لا إله إلا أنت، توحيد، سبحانك تنزيه وتعظيم، إني كنت من الظالمين، اعتراف بالذنب. هو ما طلبش حاجة، ولذلك ومع ذلك اتسمى دعاء الايه؟ دعاء الكرب. دعاء الكرب ازاي؟ ولله المثل الاعلى. لو انت في واحد جاي يطلب منك حاجة، وليكن مثلا صدقة، او يطلب منك حتى لو محتاج منك اي مساعدة، ما بيقولكش، اوقات ما بيقولكش هات مساعدة او هات حاجة لله او هات صدقة، يقف بس على بابك ويقول لك: والله انت راجل محترم، والله انت راجل طيب، ربنا يجازيك خير، ربنا يخليك، انت كريم، انت عظيم. انت خلاص بتفهم على طول هو عاوز ايه، وبتطلع وبتديله الصدقة او بتعطيله الحاجة اللي هو عاوزها. طبعا ولله المثل الاعلى، وربنا سبحانه وتعالى اقرب الينا من نفسنا التي بين جنبينا، واقرب اليك من حبل الوريد، فهو يعلم حاجتك، ولكن يريد ان يسمع منك الدعاء، ويريد أن يسمع منك الرجاء والإلحاح في الدعاء. لذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فدعاء الكرب ليه تسمى، عرفنا وليه تسمى بدعاء الكرب؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفي الحديث الصحيح الذي في البخاري عن ابن عباس أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم. برضو توحيد وثناء على الله. لا إله إلا الله رب العرش العظيم، تمجيد لربنا سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. كده اسمه دعاء الكرب. تاني الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. نفس الصيغة اللي قالها سيدنا يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هو ما تقالش على صيغة دعاء، ومع ذلك اتسمى دعاء الكرب. وأيضا في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يعني برضو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، يعتبر دعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. أتمنى الفيديو يعجبكم، وأتمنى نكون استفدنا، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.